محتاجين حاجات كتيره، مش عارفه ايه بالعامي، تضحض حاجات، تبقى تمسح بعض السمعه السيئه في المجال ده. منى، ايه اللي بيطلع السمعه السيئه مننا فينا مرات؟ صح. يعني لما تلاقي روحك انت ناجحه قوي في حاجه، تلاقي حد يروح طالع لك كده من تحت الارض يقول لك الله، لا 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 لا، مش هي اللي عامله ده، ده مش عارفه مين دول. طبعا مش عارفه مين اللي عامل ده، يبقى هو اللي عامل ده. يعني انا بتكلم، احنا بقينا فينا التشكيك. التشكيك ده للاسف تشكيك في الكفاءه كمصريين. صحيح، بس برضو بيبقى عندنا تجارب مش براقه، عندنا تجارب عندنا برضو طبعا. يعني كان المفروض تبقى احسن من كده بكتير. يعني خلينا صراحه مع بس بعض، يعني عندنا تجارب، عندنا الواحد بيزعل ليه ده بيحصل، في المقابل لاقي تجربه حلوه حاصله، انما التجربه السيئه برضو بتدي انطباع. مثل بسيط جدا، بعد ما تم انشاء القاعه الكبرى اللي ما تاخذنيش، كان جنبكم في مهرجان في شرم الشيخ، الضيوف جم من بره قعدوا بالشنط في الشارع ما لقوش حجوزات مثلا. يعني ما كنتش، لا يعني انا عشان نبقى صراحه مع نفسنا نقول انه مش كل ما يقال بيبقى ظلم، لا ساعات في تجارب فاشله بتصدر سمعه سيئه، ولما يبقى في تجارب ناجحه بتصدر سمعه جيده. أكيد يعني أكيد. يعني المقارنة غير، يعني المقارنة مش محلها. لا مش كده، مش فير، يعني مش منصفة. مش منصفة ليه؟ أنت لما تجيبي إدارة حكومية، أي مهرجانات اللي ذكرتيها دي اللي حصل دي، مهرجانات بتدار بإدارة حكومية. الراجل ده بقى قاعد مدين له ميزانية محدودة جدا، نمرة واحد. اتنين، مكبلينه بإجراءات حكومية. لا أنت ليه اشتريت البلاتو من عند فلان ده؟ أنت كان لازم تعمل عطا، عشان يعني انا لو قلت لهم على الكلام ده ممكن اللي دول لو بيشتغلوا في الحكومه ده كانوا دخلوا السجن على طول. ليه؟ ده بيروح يجيب الكاميرا اللي هو شايفها، وبيجيب المقاول اللي شايفه، ويمكن اغلى من التاني مليون مره، عشان يطلع السينما احسن. يعني زي ما تقولي لي القطاع العام، وانا ضد منظومه ليه؟ ما طول ما انت مكبل بكاف كم من قوانين عتيقه عفى عليها الزمن، مكبل بجهات رقابيه، خدي عندك 7-8 جهات، فالموظف العام ده اسهل احسن حاجه عشان يروح واحد البليل مع عياله ويشوفهم انه ما ياخدش ولا قرار في اي حاجه، وما يمديش على ورقه ورقه. فبنفس العقليه دي لما تيجي تقول له اعمل لنا مهرجان بقى وكده، طب هيتحرك ازاي؟ فاحنا مش فير. يعني ان احنا، يعني انا لو عايز اساعد المهرجان القاهره السينمائي، لما كنت بساعدهم ما كنتش بساعدهم بس بالفلوس، كنت بشترك في لجان معينه واديهم اقتراحات معينه واخد جزء معين. كنت اخد دايما موضوع مثلا ان انا اعمل حفله ما بعد الافتتاح عشان الناس تيجي تشوف حاجه كذا، او اخد موضوع مثلا الاتصال بالنجوم الاجانب بره. ليه؟ لان انا كنت بتصل بيهم، بيبقوا جايين على اساسي انا، فباخد بالي من اول ما يوصل لحد ما يروح يقول لك عظيمه يا مصر، يبقى في عهدتك. يعني بالظبط. يبقى